السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة إن شاء الله. كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة يا ربي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم هي وصفة مختلفة على الوصفات اللي كنقدم لكم في بالنسبة للطبخ. اليوم غادي ندير لكم واحد الوصفة حلوة اللي هي عبارة على كيك براونيز. كما كتعرفوا يعني الأغلبية تعرفوا الكيك براونيز هي معروف بالشوكولا، الشوكولا المزيان وبالكركاع. انا بالنسبه لي اليوم الاختلاف اللي غادي ندير هنايا اليوم هو انني في عود اللي غادي نستعمل الكركاع بوحدو غادي ندير الفواكه الجافه مخلطه. عندي اللوز والكركاع والنوازيت ولاكاجو. بالنسبه للمقادير، مقادير سهله والطريقه بسيطه 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 جدا. كما كتعرفوا هذا الكيك او البراونيز يعني من الالد ما يكون بنينه كتعجب الصغار والكبار، يعني واحد المذاق فيها روعه ما تحت ما كيسخى به، والصراحه تستاهل ان بنادم يديرها. ممكن اننا ندخلوها حتى في لي بلاطو بريستيج، ولات كتدخل حتى هي في لي بلاطو بريستيج، كدير في دي مول ديال السيليكون صغار وكتقدم حتى هي في لي بلاطو بريستيج. يعني لان الصراحه يعني كلها غيش، كلها غنيه، يعني فيها الشوكولا غالب بزاف، حتى البورسونتاج ديال الطحين اللي فيها قليل بزاف. يعني كلها غيش، عندنا فيها غير الزبده والشوكولا نوار غيش، عندنا فيها الفواكه الجافه، يعني شي حاجه اللي هي مزيانه وزوينه وكلها يعني منافع وكتعجب الدراري اغلبيه. بالنسبه للمقادير غادي نقول لكم بالنسبه لهنايا انايا يعني عندي كادغ ديال 25 على 35 غنديرها في ان كادغ. بالنسبه لي انايا كناخذ امول تقريبا يعني بحال هكا، عندي فيه كادغ اللي عنده مثلا طاوه تكون مسدوده ولا هذا ممكن انه يستعملها. انا هنا كان عندي هاد لي كادغ هادو كنستعملهم، يعني هاد لو كادغ فيه 25 على 35 دايره بابي كويسون هو اللي غادي ندير فيه البراونيز. اول حاجه قلنا نبداو بالمقادير، نبداو على بركه الله. عندي هنايا غنحتاج واحد 3 ديال البيضات، 3 ديال البيضات. غنحتاج هنايا 150 غرام ديال السكر سنيده اولا سكر غلاس اللي بغيتو، انا كنفضل انني نستعمل السكر سنيده. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده، زبده سبيسيال يعني حيوانيه عفوا ماشي مارغارين. غنحتاج هنايا 100 عفوا غنحتاج هنايا 200 غرام ديال الشوكولا نوار غيش، يعني البورسونتاج او النسبه ديال الكاكاو تكون فيه مرتفعه ابتداء من 55% حتى 70 للفوق، يعني البورسونتاج ديال الكاكاو تتكون فيه مرتفعه، ماشي الشوكولا، ماشي السكر الشوكولاتي، يعني ماشي الشوكولا العادي. غنحتاج هنايا واحد 80 غرام ديال الطحين و 150 غرام ديال الكركاع اولا انا عندي هنايا مخلط، يعني لي فروي سيك مخلطين. كنعتذر سمحوا لي، غنعاود معاكم المقادير من الاول. قلنا 3 ديال البيضات، عندي 150 غرام ديال السكر سنيده اولا السكر كلاصي، عندي 125 غرام ديال الزبده، قلنا 200 غرام ديال الشوكولات اسود غيش، يعني البورسونتاج ديال الكاكاو فيه نسبه مرتفعه ابتداء من 55% الفوق. عندي هنا 80 غرام ديال الطحين و 150 غرام ديال الكركاع اولا الفواكه الجافه. بالنسبه للطريقه، الطريقه سهله جدا، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. اول حاجه غناخذ الشوكولا، غادي ناخذ اون باسين ندير بان ماري، خص يكون عندي كاسرونه اولا فين كديروا بان ماري، كاسرونه كندير فيها الماء، وغادي ندير باسين اولا كاسرونه وحده اخرى ندير فيها الشوكولات كامل ونديرو يذوب في بان ماري، خصو يذوب. هاد العمليه هادي دائما نديروها قبل ما نبداو نطربوا في البيض والعناصر الاخرى، يعني كيخص يكون عندي الشوكولا دايب ويكون بارد، لان باش نستعملو خصو يكون عندي على الاقل يكون دافي ما يكونش سخون. غادي نرد انا دابا الشوكولا حتى يذوب، مي غيدوب ليا الشوكولا حتى يدوب الشوكولا كومبليتوم، يعني يدوب كامل، عاد نضيف عليه 125 غرام ديال الزبده. عمري ما ندير الشوكولا والزبده في دقه واحده يذوبوا، يعني هنايا درت الشوكولا هو الاول حتى يدوب، حتى يدوب كامل، عاد نضيف عليه 125 غرام ديال الزبده. يعني هذه هي المرحله الاولى. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نحتفظ بهاد لي فخوي اللي عندي، لي فخوي السك. انا هنايا سواء عندكم مثلا الروبو او العجل الباتور اللي بغيتو تخدموا فيه ماشي مشكل، انا هنايا غادي نستعمل
الروبو، هندير البيض. طبيعة الحال ضروري يعني بلا ما نحتاج نقولها، قبيصة الملحة في أي حاجة غادي نستعملوها ضرورية. ندير واحد قبيصة ديال الملحة، نفكرو حنايا سمية الله شي حاجة اللي هي قليلة بزاف، هكا يعني شوية ديال الملحة. وغادي ندير السكر، يعني هادي هي العملية التانية اللي غادي ندير. كندير البيض مع السكر وغادي نديرهم يطربوا حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، يعني كيتضاعف الفوليوم ديالهم حتى كتطلع مزيان. ومن بعد غادي نزيد عليهم الشوكولا اللي داب مع الزبده، يعني الشوكولا قلنا غادي نديروه هو الاول حتى يذوب، من بعد ملي غيذوب ليا غنزيد عليه 125 غرام ديال الزبده صافي، ونحيدهم من فوق البوطه ونخليهم دو كوتي حتى يكونوا تيبردوا ليا. فهاد الاثناء هادي غنكون انايا مثلا يا اما خدامه بالباتور او لا هكا كما كتشوفوا هنايا انا خدامه بالروبو. غادي ندير البيض مع السكر ومع قبيصه ديال الملحه ونديرهم كيتطربوا حتى كيتضاعف الفوليوم ديالهم، وبقاو معايا باش تشوفوا باقي التحضيرات. هنايا من بعد ما داب لي الشوكولا زدت عليه الزبده صافي اوف، يعني الزبده كنزيدها اوف ديجا، حنا عندنا الشوكولا سخون راه يذوب ليا داك الزبيده، غير نقطعها دي مورسو باش تسهل عليا باش تذوب صافي. ها هو تقريبا دابا دافي. هنايا البيض والسكر اللي درت مع قبيصه الملح كما كتشوفوا هنايا راه ضعف الحجم ديالهم، يعني كتشوفوا يعني ولا موس، يعني ولا بحال شكل اون موس، يعني قابط راسو مزيان صافي. دابا غادي ندير عليه هاد الشوكولا اللي ذوبت كبو كامل، ماشي مشكل، هو كما قلت لكم من الاحسن يكون بارد، يعني على الاقل بعدا يكون دافي ما يكون سخون صافي. هكا نكبو كامل ونعاود نشعل على الروبو، هي جوست باش يتميلونجا داك الشوكولا اللي زدنا صافي. غنميلونجي، بقات ليا هنايا طحين، يعني ديجا هنا راه هو مغربل، عندنا نزيدو بمعلقه بشويه بشويه صافي حتى كنسالي الطحين كامل. اخر حاجه صافي غادي نطفي داك الساعات على الروبو، نحيد هاد لاكوب ديالي اللي دايره اللي كنخلط فيها، وغادي نزيد عليهم هاد الفواكه الجافه يعني اللي عندي مخلطه، نزيدها عليهم بلا ماغيز. فهاد لاماغيز هادي نبدا نحرك من تحت الفوق صافي، وكنديرو الفلافلاك ديال لومول عفوا اللي عندي اللي غندخلو يطير صافي، كندريسيه فيها وكنكون ديجا راني شاعله الفران على 170 حتى 180 درجة حتى كطيب، تقريبا كتاخدنا ما بين 15 حتى 20 دقيقة على حساب الفران ديال كل واحد. هنايا غادي نقسم البيكاس، نزيد نغاكلي مزيان هاد الشوكولا. دابا غادي نبدا نزيد، قلنا طحين شويه بشويه، غادي جا نطحن ما عنديش كونتيتي كبيره الصراحه. هاد البراونيز كتجي من اروع ما يكون، زعما من احسن لي كيك عندي انايا بالنسبه ليا، كتجي معلفه وعامره وغيش بالشوكولا، كتجي لذيذه والله العظيم الا كتجي لذيذه، كنتمنى انكم تجربوها، واللي جربها يكتب ليا كومونتير. وبطبيعه الحال دائما كنقولها قبل ما تكملوا لا فيديو ديروا لايك، وان شاء الله من دابا غادي نبدا معكم في لي غاطو مناسبه عيد اقتراب عيد الفطر، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه يا ربي. صراحه ولا الوقت كيطير غير دغيا كيدير الوقت. صافي هنايا هاني كملت، داكشي اللي كيبقى ليا في الجناب ماشي مشكل، غادي نصاوبو بنغاكليه بلا ماغيز اللي غادي نستعمل.
صافي نحيد الروبو ما بقيتش محتاجاه. كما قلت لكم الفران خصو يكون شاعل قبل، قلنا هنايا دايره ما بين 170 حتى 180 درجه. نغاكلي هاد الجنيبات هادو نشوف الا بقات ليا شي حاجه ديال الطحين من التحت. هذيك كما كتشوفوها هي مخلطه مزيان، عطي واحد الريحه واحد لودور طالعه منه يا سلام، يعني الشوكولا مع الزبده شي حاجه روعه. صافي كنخلطو. انا كما قلت لكم هنايا راه ما مكتفياش غير بالكركاع، هو كما معروف البراونيز كدير غير بالكركاع، مي انا فضلت انني نديرها هكا بلي فخوي مخلطين، لي فخوي ساك مخلطين. يعني عندي هنايا مستعمله انا النوازيت والكركاع ولاكاجو واللوز، يعني اربعه ديال الانواع الفواكه الجافه. صافي نخلطهم وغادي نجيب الكادر اللي غادي نستعمل فيه اللي قلت لكم ديجا انا عندي. اللي عنده يعني طاوه عاديه مسدوده من الجناب يستعملها، يعني ماشي بالضروري انكم ديروا هذا لو مول اللي دايره انايا. صافي ها هو اللي كان نكبوه كامل، غنكبوه كامل هنايا في الكادر. هي غادي تجيكم بحال قليل، مي هو راه تيتنفخ واخا ما فيهش الخميره كيتنفخ كيجي مويلو. وعاوتاني كان كملاحظه ما تخليوهش، واخا يبان لكم مثلا خشيتو فيه الموس وبان لكم باقي الشوكولا ما دايرش، راه غير الشوكولا. يعني الا خليتوه مده اكثر من القياس غادي يقصح لكم، ما يجيكمش مويلو ما يجيكمش معلك، يعني بحال تفوتوا فيه الطياب. يعني ما تفوتوش اكثر من 20 دقيقه على حساب الفران، هادشي الفران الا كان ثقيل عندكم، مي الا كان هذا يعني راه غير ميم با 15 مينوت راه تيكون طايب. صافي تطفي عليه وتخرجوا، ما حدو كيبرد هو داك الشوكولا راه هو كيتجمع، مي الا فوتو فيه راه غادي يجي هيجيكم قاصح بزاف. هنا نحاول نسرح هكا باش يوصل ليا الجنيبات كاملين. كاين اللي كيرافقوا مثلا هذه من الاحسن كتكال مع قهيوه اولا مع يا غالبا كتتخذ مع قهيوه، لان الشوكولا كيجي المذاق ديالو مع القهوه كيجي لذيذ. مي اللي ما كيشربش القهوه يقدر يشربو مع انجي ولا شي حاجه، يعني على حساب كل واحد وشنو تيعجبو. بالنسبه باش غديكوريها انا نورمالمون كندير يا اما مثلا مع اون بول دو غلاس، اولا اللي بغا كيدير فوق منها واحد شويه ديال السكر غلاس كيصوبودريه من الفوق منها وصافي اكتفي. ديجا راه هي غيش عامره بالشوكولا وعامره بلي فخوي سيك، يعني ما تحتاجش شي، تبارك الله ديجا عامره ما تحتاجش عاد تزيد لها حوايج وحدا اخرين. صافي انا هنايا انا كملت، يعني كما كتشوفوا يعني طريقه سهله وما فيهاش بزاف ديال الخدمه، يعني دغيا كتوجد وكتجي لذيذه، خصوصا انها كتجي لذيذه، يعني حتى الا فيها شويه ديال القوام وفيها شويه ديال هذا، مي هي كتستاهل ان بنادم يديرها. انا غادي ندخلها دابا طيب، قلنا الفران شاعل على ما بين 170 حتى 180 درجه لمده 15 حتى 20 دقيقه. انا غادي ندخلها طيب وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البراونيز. بون هذا هو الشكل النهائي ديال البراونيز اللي حضرت معكم اليوم من بعد ما طابت. انا ما خدات ليش تقريبا حتى 15 دقيقه ما كاملاش، يعني اون فوا كنشوفها، يعني واخا كما قلت لكم تخشيو الموس ويطلع لكم باقي شويه يعني فيه الشوكولا راه كتكون طابت، يعني ما تفوتوش فيها اكثر من القياس الطياب. تصابي تخرجوها اون فوا يعني كتبدا تبرد داك الشوكولا كيتجمع، يعني كتجي معلكه رطبه غزاله، المذاق ديالها روعه شي حاجه لذيذه لذيذه بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، واللي جربها يخلي ليا كومونتير ولايك وبالصحه والراحه. وهذا